لم ينقطع الحديث عن ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد نحو 10 سنوات على تعليق عضويتها كأحد وسائل حماية الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة. أحدث هذه الدعوات جاءت على لسان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قبل أيام، وشدد فيها على ضرورة التعاون الإقليمي لبدء مسار عودة سوريا إلى محيطها. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من جانبه أكد أن سوريا دولة عربية مؤسسة في الجامعة، وأن عروبتها ليست محل نقاش، وتعليق عضويتها هو مجرد أمر غير دائم. أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فقال إن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية أمر حيوي من أجل صون الأمن القومي العربي، مضيفاً أنه يفترض أن تظهر سوريا بشكل جدي الإرادة للحل السلمي. خارج هذا السرب، غردت قطر بقول وزير خارجيتها إن أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة. وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا في اجتماع طارئ في أواخر نوفمبر لعام 2011 تعليق عضوية سوريا في الجامعة لحين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية.